وعند التأمل في مسألة عقل العلماء، وهذه مسألة صاحبتها فترة طويلة أتأملها، وجدت أن عقل العلماء لا ينتهي إلا بأربعة أمور: الأمر الأول الازدراء، أنه يزدري بنفسه ولا يجد نفسه أفضل من غيره، بل دائما يجد غيره أفضل منه، وهذا قول بعضهم، قال: ما رأيت أحدا إلا أيقنت أنه عند الله أفضل مني، فإن كان أكبر مني قلت لقد عصيت الله، إن كان أكبر مني قلت لقد أطاع الله أكثر مما أطعت، وإن كان أصغر مني قلت لقد عصيت الله أكثر مما عصى، فلا يجد لنفسه فضيلة على أحد، ولا يظن في نفسه فضلا على أحد، لا يظن لنفسه فضلا على أحد، بل إن الفضل والمنة والخير كله لله سبحانه. والصحابة الكرام كانوا من أكثر الناس ازدراء لأنفسهم، فهذا أحدهم يقول: يا ليتني كنت شاة ذبحها أهلها فأكلوا لحمها وشربوا مرقها، والآخر يقول: يا ليتني كنت نبتا أو شجرة تعضد أي تقطع فيلقى بها ولا يلتفت إليها. سبحان الله، هؤلاء الذين قالوا شيئا من ذلك هم الصحابة الكرام، بل كان بعضهم يقول: يا ليتني كنت نسيا منسيا، آخذا ذلك من قول مريم البتول عليها السلام. فهذا العالم كلما ازداد علمه كلما ازداد ازدراء لنفسه، أما إذا نسب فضيلة إلى نفسه أو رفعة لنفسه أو ملاحظة لنفسه على غيره فإنه في الحقيقة لا ينادي على نفسه إلا بالسفة. هذا أولا. ثانيا التواضع، والتواضع صنو الازدراء، فإذا كان مزريا بنفسه لازم ذلك أن يكون متواضعا، وإن من جملة ما أوحى الله تعالى به أن تواضعوا. وكلما ازداد الإنسان رفعة كلما عظم تواضعه. أرأيتم النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل مكة فاتحة كيف كان حاله؟ كيف دخلها؟ هل دخلها منتفخا رافعا رأسه أشرا مسلطا سيفه على رقاب الناس الذين حاربوه واضطهدوه وعذبوا أتباعه؟ أبدا، وإنما دخل خاضعا مطأطئا رأسه حتى إن جبهته لتكاد أن تمس عنق ناقته من شدة الانكسار. سبحان الله. والإسلام عودنا على الانكسار للعزيز الجبار، فأنت تركع لله تعالى وتسجد في اليوم مرات عديدة، كأن الصلاة تعود المسلم على ماذا؟ على الانكسار، ولكن ينكسر لمن؟ لله. فالانكسار هذا مهم جدا، والتواضع أثر وصنو لماذا؟ للازدراء. الأمر الثالث الرفق، الرفق، وهذا من جملة المتلازمات مع ماذا؟ مع الازدراء والتواضع، الرفق. فإذا وجد
ألا حظا له على غيره، وأنه من جملة الرعايا والعبيد، وإنما هو في ملك الله وفي قبضة الإله، فلا ينبغي له إلا أن يتواضع، ثم بعد ذلك ينبغي له أن يترفق بمن يتواضع له، الرفق. والنبي صلى الله عليه وسلم حث على الرفق، بل إن ربنا سبحانه وتعالى يحب الرفق في الأمر كله، بل إن الرفق علامة البركة في كل شيء. إذا أراد الله بأهل بيت خيرا دلهم على الرفق، إن الرفق لا يوجد في شيء إلا زانه، وما ينزع من شيء إلا شانه. إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. الخلة الرابعة الاستغناء. الاستغناء يستغني بربه عن خلقه، ويستغني برب الناس عن الناس، فلا يحتاج إلى الناس إلا إذا اضطر، أما إذا قامت حاجته بنفسه لم يطلبها عند غيره. لو استصحبت هذه المعاني وقرأت جملة وصف بعض أهل العلم بالعقل لوجدت أنهم كذلك، لوجدت أنهم كذلك. فلا بد لكل سالك طريق العلم أن يحترز وأن يحترس، وأن يجتنب أن يقع في وهدة الزلل، لأن العلم حشمة، ومن حشمته أن يجنبك مواضع الزلل، بل إذا سقطت في وهدة منها كان ذلك خيرا لك. والناس يقولون الذي لا يقتلك يقويك، الذي لا يقتلك يقويك، أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ الذي لا يقتلك يقويك.